يا واد حط هناك شويه عند عمك ابراهيم والحاجه. بسم الله ما شاء الله، الاكل كتير اهو. يا اختي رمي بدنك وانت معفعصه كده. يا نادي اكلي بنتك، البنت ليس مش عارفه تاكل. قولي يا حبيبتي. حته الكبده والنبي يا سعديه، الواد هشام بيحبها يا رب يخليك. حبيب قلبي ده ياخد كبده، ده مش كبد العجل. يا عم غزال مفيش جريل، مفيش جريل، الاكل ده مش صحي. جبل ايه يا استاذ شعبان؟ احنا عايزين لحمه وسمين. قال لك جبل ايه؟ عم غزال مفيش جريل، خلاص بدل مفيش جريل يبقى جبر الذات بلقمه واحده مش هجرح حاجه. انتوا غصبتوا عليا عشان انزل، واديني نزلت عشان اللمه والفرحه والهباب. انما كمان هتغصبوا عليا ان انا اكل وانا ماليش نفس، مش هاكل. الله جرى ايه يا اخوانا؟ بس سيبوا الراجل في حاله، ما صدقنا نزلناه. يا اخويا كل دي لما تفتح النفس. كلوا يا درويش ولغوصوا في الميغة، ما انتوا خلاص بقيتوا لقمه طريه في بقي اكل ابن الاناضول. النهارده ذبح لكم العجل، بكره يذبحكم واحد واحد ويمصمص فيكم ويشرب دمكم هو وعياله. نو ميرسي، انا قلت انا عايزه عدس. تحت امر حضرتك هجيبهولك حالا. ميرسي. عدس ايه يا ميجي؟ هو احنا في السجن يا ماما؟ ايه انا احب، وايه مشكله سكواتهم بروبليم؟ انا احب عدس، احب بساره، احب كشري، في المشكله؟ خالص يا حبيبتي مفيش اي مشكله اطلاقا. بعدين هي جت عليكي يا ماجي يا حبيبتي، الموضه اليومين دول الرمرمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. معلش يا والدي اتاخرت عليكم شويه. هي جت عليك انت يا فؤاد؟ احنا بنجتمع يوم واحد في الاسبوع، مش قادرين تظبطوا مواعيدكم على يوم واحد؟ والله يا معلش يا والدي غصب عني، كان عندي اجتماع مهم جدا وتاخر شويه. معلش. مش انت لوحدك يا فؤاد، انا بتكلم على الهانم اللي عايشه معايا في البيت وبقالي 3 اسابيع ما بشوفش وشها. معلش يا بابا، فريده تعبانه بالذات بعد اللي حصل لها اليومين دول. ايه يعني اللي حصل لها اليومين دول؟ قصدك على طلعها من عادل ولا يمكن طلعها من محروس؟ هو في ايه؟ انت ما بقتيش فاضيه بس غير للتسخين ولا ايه؟ مش محتاجه اسخن. ايه؟ في ايه؟ هتقضي اليوم في خناق وقدامي كمان؟ انا بصراحه بابا مش قادر اعرف هي مالها ومال فريده يعني. وانت؟ انت مالك ومال فريده؟ كل شويه وكلتك محامي عنها وانا ما اعرفش. هو اصلا في محامي بيدي الاعذار دي؟ ما هي في البيت، ما نزلتش ليه؟ كلنا ورانا بلاوي، ومع ذلك نيجي نتجمع مع بعض. طب انا اروح اجيب فريده، ده كوي بدخل انا اروح. ماجي من فضلك خليكي انت قاعده، كملي اكل. بابا انا مش اكل، هو لسه راح جيب عدس، انا اروح اجيب فريده ده كوي. فريده شفيق، انا اللي عايز اطمن. تطمن على ايه بالظبط يا دكتور؟ في وعد بيني وبين الباشا بمكافاه خياليه لو تمت المتابعه وكانت ايجابيه. تقصد ايه يا دكتور صفا؟ مبروك يا باشا، الهانم حامل في شهرين تقريبا. حامل؟ حامل؟ صدقتني؟ انا قلت لك انا سامعاهم بيتكلموا جوه السويت بتاعها، فاكر؟ يا شهندة خلاص بقى، اللي حصل حصل، المفروض نعرف بقى هنعمل ايه في الكارثة اللي احنا فيها دي. اسأل نفسك حضرتك، مش فتوى حضرتك برضو اللي ورطتنا الورطة المهببة اللي احنا فيها دي؟ خلوة شرعية، مكان مقفول عليهم. فضل حضرتك دور لنا بقى على فتوى جديدة تطلعنا الفضيحة اللي جاية. لا يا بابا، مش عايزين فتاوي من سعادته. انت سمعت الدكتور قال ايه؟ دي حامل، حامل، حامل يا بابا. خلاص سمعت خربت ودني. المهم هنعمل ايه؟ لازم
لازم تنزله. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ احنا هنكفر ولا ايه؟ النبي والله بقول لك ايه، وفر فتاويك دي للحمله الانتخابيه بتاعتك، احنا هنا في البيت. بس 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 بقى، مش عاوز اسمع صوتكم انتوا الاثنين. والقصه دي انتوا مالكوش دعوه بيها، لا انت ولا هي ولا حتى يوسف، فاهمين؟ ده جرحي انا. ايوه ده جرحي انا، وانا اللي لازم اداويه. ايه يا فريدة؟ عامل الشهرين؟ كنت بتفكري في ايه؟ ردي عليا، انا عايز اعرف. معرفش، انا معرفش، انا معرفش يا يوسف. وبعدين مش ده قرار الباشا؟ خليه بقى يتحمل نتيجة قراره. يعني ايه؟ انت بتنتمي من بابا ولا من نفسك ولا مننا ولا من مين؟ معرفش، انا معرفش يا يوسف، انا مش فاكره حاجه، يعني مش فاكره ايه اللي حصل. معرفش يا يوسف. طب هتعملي ايه؟ هتخلي البيبي ولا هتنزليه؟ لا لا يا يوسف، مش هموت ابني يا يوسف. يوسف انت اكتر واحد فاهمني، يوسف ده ابني، انا بقيت امي. من مين؟ من مين يا فريد؟ محروس؟ محروس بتاع الكلاب؟ فوقي محروس ولا منحوس ولا من الجن الازرق كمان؟ مش مهم يا يوسف، مش مهم مين يوسف، مهم ان انا بقيت ام. انت فاهمني كويس يا يوسف، انا ده ابني، انا ابن فريده اختك، ده ابني انا يا يوسف، ابن فريده، ابن فريده اختك، مش مهم مين الاب، مش مهم. طيب خلاص خلاص، طيب ايه يا خلاص. الحمد لله والشكر لله. الحدث ده يا اخوانا حدث تاريخي. حارة الدراويش نهشت بطن التراكوة واكلت اكبادهم الثمينة، وده تمن بيدفعه كل غريب تطأ قدمه ارض المحروسة. والمحروسة هنا ليست نسبة الى محروس الذي نعرفه جميعا، ولكن المحروسة هي مصر، مصرنا المحروسة. الله 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 عليك يا جمال. صح يا وزة، مصر مقبرة الغزال. اسمها مقبرة الغزاة يا جاهل. لا لا بالعكس يا شعبان، فايبريشن جابت تايهة. مصر مقبرة الغزال يا إبراهيم. الناس لسه ما هضمتش اللقمة، تقوم تديهم درس في التاريخ؟ يا أختي ما تسيب الراجل ينفس على روحه شوية، أنت على طول كده عداله على الواحدة. أهناك دي النسوان ده هو اللي بيطفش منكم الرجالة؟ لا الله هو أكبر، وإحنا نقدر نستغنى عنهم؟ قول يا أخويا، قول للصبح وإحنا لسه معاك أهو، قول. ولا ما قطع فيا في القعدة الحلوة دي غير إنها من غير محروس. محروس مين يا أختي اللي وجع قلبك؟ ده عايش في المغة دي ليل ونهار وبيقال عن اليوم اللي شافنا فيه. لم انسانك يا حودة، لم انسانك واخلص. ضفر محروس اللي بتتكلم عليه ده يعمل 10 من عيانتك. عيب يا حودة، ما تقولش الكلام ده، ما هو أبوك بيروح يقعد هناك بالشهرين والتلاتة. محدش بقى قال إنه باع أهله وعايش في المرمغة؟ خلاص بقى يا أخوانا، صلى على النبي بقى، تتبوظ اليوم الحلو ده عشان خاطر سي محروس ده بتاعكو. صح، انت عندك حق يا استاذ شعبان، مش معقول يوم عظيم زي ده يبوظ عشان واحد ما يستاهلش. اعوذ بالله من غضب الله. ابن حلال يا شيخ سيد، خش بسرعه شق ريقك بلقمه هنيه. ما عشان انا ابن حلال ما ينفعش ادوق السحت واكل حرام. حرام؟ حرام ايه يا شيخ؟ غير ايه يا مولانا؟ هو في ايه؟ انتوا ما حرمتوش من العلقه القديمه اوام حنيته للخطب والفتاوي وسم بدن الناس؟ بالعكس، احنا جايين نطهر بدن الناس من السم اللي بياكلوه. لا 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 لا، بقول لك ايه، اوعى تصدق نفسك وتحيل الاشتغالات زمان. خلاص يا مولانا، البقين دول راحوا من زمان. لو انت لسانك لسه بيلعب هقطعهولك. خلك هنا اشتريك يا سعود. خلاص يا اخوه، خلاص يا حوت، اتفضلوا.
وياك اسمع صوتك. خلاص اتفضلوا. خلاص اتفضل. عادي. على فين يا سيدنا الشيخ؟ ما تقلقش يا اخ وزه، احنا زي ما انتم عارفين ناس مسلمين وما بنحبش ناس حد. انا بس عايز اسمعكم كلمتين عشان تهدموا السم اللي كلتوه. اتفضلوا اقعدوا يا جماعه، واقفين ليه؟ فعدلوا اقعدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. القصر اللي انت عايش فيه ده اكبر ازمه. تيمور لكن يا محروس اللي مشغلك عنده ده اكبر سفاح جابته مصر من 50 سنه. سيبك من العصابه يا محروس، فكر وجودك هنا بيساعد الناس قد ايه وبيحميهم. استاذه قصد كل انا مجرم؟ انا مجرم شغال مع الناس دي؟ تقلي حضرتك اه؟ انا شغال مع الناس دي في اي مصايب بقى؟ مخدرات، سلاح، اللي تحبيه. كده جه الكلام الجد صلي على الشفيع الزين. فينك من زمان هذا الكلام اللي ايش في العليل؟ يا سيدة يا سيدة مش شموعي الأيدة، أختي الحسن وأختي الحسين، يا بنت أطهر وليدة، يا سيدة يا سيدة يم الشموع سيدة. سبح. وهو ده محروس أبو خطوة، محروس أبو خطوة اللي انتوا بتتحسروا عليه وبتتباكوا على غيابه. محروس بلطجي ومجرم وتاجر مخدرات. اخرس قطع لسانك. جرايه سعديه، هو انت اتطردش ولا ايه؟ ما احنا كلنا سامعين صوته. ده ملعوب وربنا ملعوب، دي اشتغاله. معلش انا عارف ان الصدمه شديده عليكم، بس دي الحقيقه. وبعدين الراجل ما غلطش يا اخوانا، الراجل رجع لاصله، رجع للناس اللي مشغلين. ومين هم الناس اللي مشغلين؟ تيمور باشا يكن اللي بيطفحكوا السم دلوقتي. تيمور باشا اللي عايز يشتريكوا بشويه ملاليم عشان ابنه نازل الانتخابات عن دايرتنا دي. اه يبقى الفيلم فيلم انتخابات وانت جاي تصطاد في المايه العكر. ملاش فيها يا استاذ، ملاش فيها. احنا طلعنا السياسه والحمد لله. انا بس جاي اوعي الناس وافوقكم. بكره هيشتري اصواتكم قدام اللجان الانتخابيه باللقمه اللي كان بيطفحها لكم. ولو اللقمه دي ما طمرتش فيكم هيذلكوا باسرار بيوتكم اللي كان بيبلغها له محروس الجاسوس اللي كان بيشتغل عليكم. انت راجل واطي وكداب وعايز الحرق كمان. محروس ما يعملش كده. مسامحك، مسامحك يا اخت عواطف ومقدر اللي انت فيه. ما انت لازم تدافع عنه بعد لما فهمك ان هو بطل وانقذك من ولاد هارون. مش ممكن. ايه اللي بتقوله ده يا شيخ سيد؟ هارون ايه وزفت ايه؟ احنا مالنا احنا ومال الكلام ده؟ يا اخوانا عواطف دي مسكينه واتضحك عليها. اتضحك عليها نظير تمثيليه عملها محروس مع اولاد هارون. التمثيليه كان اتفاق ما بين محروس وهارون ان هم يخطفوا عواطف ويودوها الخرابه، وبعد كده يظهر هو في الاخر عشان ينقذها في الوقت المناسب زي بتوع السيما بالظبط. وطبعا الغلبانه صدقته وراحت تشهد تاني يوم في القسم عشان تطلعه، بس ما كانتش تعرف ان الباشا بتاعه كان هيخرجه في نفس اليوم ويمسح القضيه كلها. مش كده ولا ايه يا اخت عواطف؟ انت ابن كلب وحيوان وواطف وما فيكش عير رجوله. يا زباله يا زباله الشوارع يا البامه يا كداب يا واطي. بس يا واطي اوعى سيبيني. انت راجل كداب والكلام ده ما حصلش. انا اختي دي ما حدش لمسها. بس يا واطي كفايه اوعى سيبيني. بقول كفايه لغايه كده ويلا بينا. يا راجل يا كداب يا واطي. انا الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس يا امي يا ظلمه. بس يا امي كفايه فضايح لغايه كده. يا نهار اسود، انت ليه عملتي كده يا سلمى؟ هو ايه اللي حصل يعني؟ وبعدين انا ما كنتش ضامنه اشوفه تاني فسجلت له. انا اقصد ليه قطعت التسجيل وما انتشتي بالطريقه دي وسلمتيه لسيد التهام زي ما انا دلوقتي سمعه للناس كلها؟ لا مش بس كده، اهل الحاره بيكلموني بيشكروني على الهديه اللي انا بعتها له. حرام عليك يا سلمى، بجد حرام. هو ايه اللي حرام؟ وبعدين هو مش حرام عليه اللي عمله فيا؟ يطردني من الاوضه ويقول لي كلام يوجع القلب؟ وبعدين انا ما جبتش حاجه من عندي، ده كلامه وده صوته. لعبتي في المعنى يا سلمى مش في صوته. الراجل ما كانش يقصد يزي حد. هو في ايه؟ خلاص كلكم بقيتوا ملائكه وانا الشيطانه الوحيده؟ يا
حبيبتي ما حدش يقصد كده خالص. وحتى لو انا موافقه بدور الشيطانه، خليكوا انتوا بقى الملايكه اللي الشهامه ملياكوا والجدعنه واتقوا شري بقى. راحه فين يا سلمى؟ في 60 داهيه، في 60 داهيه. ولعلمك بقى موضوع يوسف يا كان ده هنفذه فورا، شر بشر بقى وزي ما تيجي تيجي. انا بجد متضايقه قوي يا فندم. انا عارف يا شين، عارف ومقدر، عشان كده جيت لك لغايه عندك. خدي بالك انا ما بروحش لاي حد من المحامين بتوعي هنا في المكتب لغايه عنده. انا عارفه يا فندم، والله ده شرف كبير ليا. طب اقعدي. لا ما يصحش، اتفضل حضرتك. اقعدي اقعدي يا شين. انا دماغي هتنفجر وهتتجنن، دمي بيغلي، مش عارفه ازاي ده حصل. انا برضو مش قادر اصدق. يكونوا لعبوا في التسجيلات عشان يعني تطلع بصوت محروس. يا فندم انا متاكده، متاكده ان الموضوع كله ملعوب كبير، لكن حضرتك مش هي دي المشكله. انا عارف انتي مشكلتك في الشوشره اللي حصلت علينا. وانا حضرتك انا كده اتدمرت. انا من ساعه لما بابا حكالي اللي حصل في التليفون وانا مش عارفه هرجع بيتنا تاني ازاي. الناس صدقت اللي سمعته ومستنيين يشوفوني انا ومحروس. بصي يا شيرين انا يا فندم ارجوك، انا عارفه ان حضرتك نازل الانتخابات الجايه عند دايرتنا في السيده، وده السبب اللي شغلتني علشانه. كل الموضوع ان حضرتك قررت انك تبتدي الحرب بدري قوي عن ميعادها، لكن هيحصل وكلام التهامي هيبقى حقيقه. برافو يا شيرين، برافو عليكي. انا عشان كده ما كنتش قلقان من عدم خبرتك لما شغلتك. اهو ذكائك ده لوحده كفايه، بس للاسف انتي ما شغلتيش ذكائك ده غير معايا انا بس، ما عرفتيش تشغليه مع اهل الحته. يعني ايه؟ انا مش فاهم. يعني الناس بتنسى يا شيرين، بينسوا بسرعه قوي، ممكن يكونوا لسه واكلين، بكره الصبح هيكونوا نسيوا، نسيوا هما اكلوا ايه اصلا، وعشان كده هما صدقوا الراجل ده وشلته، مع انهم قبلها بيومين لسه كانوا بيشتموه في الشارع. وهو مش حضرتك كنت من الشله دي برضه؟ لا لا لا، دي حسبه تانيه مالكيش دعوه بيها، سيبيها على جنب. انا اللي يهمني دلوقتي انك تاخدي بالك من نفسك وفي مستقبلك. انت عارفه ان الناس اللي انت قلقانه منهم دول برضه هينسوا وهيرجعوا لك ساعه المصلحه. ولحد لما ينسوا يا فندم هعمل ايه انا ومحروس ابو خطوه؟ تختفي لك كام يوم، انت تطلعي اسكندريه. اسكندريه؟ انت مش كان نفسك تشتغلي بجد وتمسكي اواضي بجد؟ اكيد. خلاص يبقى تقولي لباباكي انك نقلتي على فرع اسكندريه، وانت هتقعدي هناك في شقه حلوه قوي على البحر ومجهزه من مجاميعه، وكل شهر تبعت لهم مبلغ محترم جدا وهما يدعوا لك عشانه. ايوه بس حضرتك ما تفكريش يا شيرين، العرض ده ما بيطلعش لاي حد، بس اهم حاجه السريه ومحدش يعرف انك مسافره، وبالذات رجاء. الو كلمتني؟ ايه في ايه بس؟ والله زي الزفت يا شوشو، المشايخ بتوع الدايرة عندي ضربوني في مقتل، منتجوا الكلام بتاع الواد محروس وخلوه بيقول عني كلام زي الزفت. يا دي النيلة على محروس وقرف محروس، مش ابوك قعدوا في وسطينا؟ يشرب. يشرب ايه؟ يشرب ايه يا شوشو؟ ما انا اللي هشرب. بقولك ايه؟ بأي طريقة كانت لازم تطلعي أخبار جديدة وتطلعي حملة جديدة تحسن من منظري، كده مش هينفع. بقول لك إيه؟ إحنا شكلنا هنضطر ننضف صورتنا كلنا. أبوك كده شكله ناوي على مصيبة، مصيبة. مش عارفة. بيلعب لعبة خطيرة جدا يا فؤاد. ممكن تقضي علينا كلنا. أنا عارف. هكلمك تاني يا شوشو. باي.
حامل يا فريدة؟ حامل؟ هتخلف لنا جربوع عشان يورث في ابني أنا؟ ده أنا أقتلك. أنا مين؟ اخص عليك يا باشا. أقوم نسيتني كده؟ أنا دلال، دلال بتاعت السيدة اللي جيت لحضرتك القصر؟ توك ما افتكرت، ده أنا والله العظيم ما نسيتك أبداً. طبعاً جبتلك اللي طلبته من ميلي كمان. أجيلك؟ طبعاً، وأنا يعني هخاف من إيه؟ مسافة السكة وهكون عندك. مع السلامة، مع السلامة. اتفضلي يا ست دلال. تشكر يا اخويا. اهلا وسهلا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اتفضلي. امال لما اخذه يعني هو الباشا فين؟ موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. خضيتني يا باشا. انت شفتي عفريت ولا ايه؟ لا عفريت ايه ولا عفريت ولا حاجه. يعني مش عايزه اكون معطله سعادتك عن الشغل والاجتماعات والحاجات. لا لا لا، انت بالذات تعملي اللي انت عايزاه. اتفضلي اتفضلي. بلي عود. شكرا. شايف خروف؟ شايف الحريم البلد الصح؟ مش النسوان الكسر اللي بتجيبهم لي؟ ده العظيم ما خلاص باش. انت هتقعد ترغي. انا حبيت بس اعلم عليك، استاذك الامريكاني بيعلم عليك ويعرفك الفرق. اتفضل يا استاذ. ما تدخلش حد عليا. حصل يا باشا. ايه القمر ده؟ الله يخليك يا باشا، والله انا اعرف ان في الهيلمان ده كله كنت نزلت الموسكي جبت فستان زواتي كده ولا حاجه. الموسكي؟ الله، ده اكيد هيبقى حلو قوي. انا قلت اجي عدي على سعادتك لان اديت لسعادتك كلمه وما ينفعش ارجع فيها. وانت اكيد ما بترجعيش في كلامك خالص، صح ولا ايه؟ اتفضل. ايه ده؟ ورقه اللي فيها اسامي الناس الغلابه اللي عندنا في الحاره اللي قلت لسيادتك عليهم. معلش والله نسيت، انت عارفه الواحد بيفكر في حاجات تانية خالص. لا ولا يهمك، هو الورقه دي مكتوب فيها اسامي الناس اللي في الحاره عندنا نفر نفر. انا يعني مش عايزين نتقل على سعادتك يعني. لا تقلي تقلي براحتك، انت بتعملي اللي انت عايزاه. هو في ايه سعادتك يعني حضرتك وحشتني؟ لا مفيش اي حاجه خالص، احنا تمام. لا طبعا مش تمام كده، المؤاخذه يعني عوق. وبعدين لو سعادتك يعني فاكرني عيله بتفرتين ولا واحد ست مكسوره الجناح، لا تبقى حسياتك غلطان خالص. انا ممكن اعورك واخش فيك السجن على فكره. الله حلو قوي كده، انت بتحفظي الكلام ده ازاي وبتجيبيه منين؟ وايه اللي سيادتك بتقوله ده؟ لو سمحت انا عايزه اروح. طب بالراحه بالراحه بس، انا هفرجك على المكتب بس. مش لا شكرا، مش عايزه اتفرج على حاجه. شكرا، ربنا يخليك لو سمحت. بالراحه بس. ازيك يا شوشو؟ يخرب بيتك شاهين ده؟ طب انت فين دلوقتي؟ يعني ما حصلش حاجه، انت تمام يعني؟ طيب وقعتي قلبي يا شيخه، يلا انا مستنيك. باي باي. ده انت حالتك بقت صعبه قوي، عيش اكل الخدامين بقى مرضي. ايه بيقولك دليفري على المكتب دلوقتي؟ انا حر، وبعدين محدش يقدر يمسك عليا غلطه الا تيمور ياكل بس. طب يا اخي يعني مش لازم يبقى الموضوع مكشوف قوي كده قدام الموظفين اللي داخل واللي خارج. لوكس باد، خبيها. بقولك ايه، اللي يعرف يمسك عليا حاجه يمسكها. قلت لك مليون مره، ثقتك في نفسك دي هتوديك في داهية. There's always a first time. هتقع يا يوسف. There's always a first time for everyone and everything. ولا ايه؟ ولا انت شلتي نفسك من الموضوع يا شوشو هانم؟ ما بنتفقش خالص. بس لازم نتفق في الموضوع اللي انا جايه لك فيه ده. اللي هو ايه؟ ابوك. ماله تاني؟ شكله كده هياخد قرار زي الزفت علشان يداري على كارثه اختك مع محروس الزفت. حامل؟ حامل ازاي يا باشا؟ ومن مين؟ انت مجنون؟
مجنون يا عادل؟ أكيد أنت مجنون. أنت ناسي إنها اتجوزت جوازة شرعية عشان تقدر ترجع لك؟ يعني حصل. اللي كنت خايف منه وسعادتك اتريقت عليا فيه وكدبت إحساسي حصل يا باشا. والكلب اللي أنت ضمنته بنفسك خدعنا كلنا ونهش في مراتي. عادل. عادل. ما تنساش نفسك. امسك أعصابك واهدى عشان نعرف نتكلم. أمسك أعصابي؟ وأنا بقى فيه أعصاب؟ دي فريدة يا باشا، فريدة هانم سليلة البشوات اللي دوقتني أنا المر علشان ترضى عني، تروح ترمي نفسها الجربوع زي ده وتحمل منه وتقول لمسك أعصابي. وفريدة هانم دي يا عادل بيه مش برضو ست؟ ولا كانت عروسة خشب؟ يعني إيه ست يا باشا؟ يعني ست؟ أفهمك إزاي يا عادل؟ ست، ست يا راجل. ولولا إنها هانم وسليلة البشوات زي ما أنت بتقول، لولا إنها استحملتك وسكتت عليك المدة دي كلها. عادل قول لي، يا البنت اللي أنت كنت متجوزها قبل ما تناسبني كانت عملت إيه معك؟ افتكرت. مش دي برضو هددتك بقضية خلع بعد الجواز بأسبوع واحد؟ أيوة، بس أنا يعني أنا أكدت لسعادتك قبل كده كذا مرة إن كل الدكاترة قالوا لي إن أنا ما عنديش أي موانع طبية تمنعني عن الخلفة، وإن الموضوع كله مجرد حاجات نفسية يعني. ولا حضرتك بتعايرني عشان أنا ما بخلفش؟ لا لا يا راجل، عايرك؟ لا لا، عايرك إيه؟ حاشا لله إن عايرك. أنا بس بفكرك، وبفكرك كمان إن فريدة ما استسلمتش ولا رمت نفسها لحد غريب، لا، ده جوزها. أوكي، حتى لو ضعفت، حتى لو الكلب ده غواها تحت أي مسمى يا باشا، إحنا دلوقتي واقعين في مصيبة كبيرة. يا فين المصيبة دي؟ فين المصيبة؟ فريدة بنت سعادتك حامل من محروسة أبو خطوة بتاع الكلاب. يا راجل، معقول اللي أنت بتقوله ده؟ لا لا يا عادل، لا. قولي، محروسة أبو خطوة ده يعرف الحكاية دي؟ أبداً. في حد في الدنيا دي كلها يعرف اللي حصل ده غيري أنا وولادي، ومش كلهم كمان. إيه ده؟ يعني حضرتك تقصد إن فريدة تحتفظ بالحمل ده ويبان كأنه مننا؟ يا ترى عندك فرصة أفضل من دي تكمل بيها حياتك وصورتك وسمعتك؟ أيوة يا باشا، بس أنا أنت راجل دبلوماسي عادل بيه، والدبلوماسية دي لغة الفرص والمصالح. ولا هي الخارجية عينتك بالوسطة والكوسة وطنشت الكفاءة؟ لا أبداً، بس يعني حتى لو أنا وافقت بالوضع ده، يعني ده هيحصل إزاي؟ فريدة لسه لها شهر في عدتها تقريباً، كده هي حامل في شهرين. كده بقى أنت هديت وعاوز تتفاهم وأنا أتفاهم معاك. عادل قول لي، أنت مش قلت لي إنك عندك شغل في كاليفورنيا؟ أيوة تمام. اتكل. كاليفورنيا وأنا أروح أعمل إيه هناك؟ يعني اعملي أي حاجة، فسحي، اعملي شوبينج، انزلي البحر، المهم لغاية ما تخلص عدتك، بعدها ترجعي لعادل بعد جواز رسمي في السفارة. أرجع لعادل؟ أرجع لعادل إزاي وأنا حامل من واحد تاني؟ ما حصلش. هو إيه اللي ما حصلش؟ لكن هيحصل بعد ما تتجوزي عادل بورق رسمي وتقعدي هناك وتولدي وترجعي بالسلام. أقعد هناك لغاية ما أولد؟ يوسف هيسافر معاكي، وأنا ليا هناك بدل الواحد ألف، هيساعدوني في إنهم يأيدوا البيبي في ميعاد مناسب لرجوع عادل ليكي. مش هرجع لعادل يا بابا، مش هيحصل، ولو مش عاجبك الكلام ده اقتلني وريح نفسك. وقتلك ليه؟
لحقت البيب اللي جواكي عشان نرتاح كلنا. انت عايز تقتل ابني؟ لما ساعتك مصممة تكتبيه باسم خدام الكلاب. خلاص نقتله عشان نرتاح من الفضيحة والعار اللي حيزقوا فينا العمر كله. جرايه فريدة، مش انت اللي قلتي اهم حاجة في الدنيا يا ابني ومش مهم مين ابوه؟ قلت كده ولسه بقول كده، ويتكتب باسم اي راجل الا عادل زفت ده. خلاص يا فريدة اسمعي الكلام بقى، فيه ايه؟ في ايه انت يا جو؟ تحايل عليها ليه؟ تحايل عليها ليه؟ بدل ما تحمد ربنا ان انا قلت لها حسابي معاكي بعد ما تقولي. هو لسه في حساب اكتر من كده؟ واشمعنى انا بس اللي بتحاسب؟ ليه ما حسبتش الكلب واللي عمله معايا ده؟ عشان كلب مخلص لاصحابه. تعال هنا يجري ويهز ليله، اقعد يقعد، نام ينام، تعطي له اكله شهيه قدامه وتقول له كل ياكل وينهش من غير ما يفكر. كلب. يلا نرجع على الأمة. أبا ميرسي ميرسي بوكو مهروس، دودة كتير مبسوطة فسحة دي. ده هي والله ست دودة دي ستهم كلهم، بس هي يعني إيه حيية شوية، نفسها تقول لك إنها عايزة تتجوز بس مكسوفة. ميرسي بوكو مهروس ميرسي. مهروس الله عندك حق، تصدقي بقى هم كانوا فعلا لازم يسموني مهروس. لا فست كل مهروس خد بكشيش. ياخد عدويني كاست كل على ايه بكشيش وايه لازمته يعني؟ متشكرين كلكم سابق. بكو يا مهروس انت غريب، ليه مش خد بكشيش؟ يا استكل الموضوع مش مستحمل يعني، اولا ده شغلي وباخد عليه مرتب والحمد لله زي الفل، والباشا يعني مش مخلينا نحتاج اي حاجه، وانتم يعني جمايلكم علينا ومغرقانا، فمش لازم يعني بعشيش وتركبوا فوق دماغنا كمان. يعني مهروس كل شغالين هنا خد مرتبات كبيره، بس خد بكشيش حتى ما لاحظ. ها ملاحظ مش هعمل لي اي حاجه من غير بكشيش. لا ما هو زي ما هتقولي حضرتك كده، ايه هي يعني على حسب ما النفر اتعود، والطبع برضو ايه يغلب التطبع يعني. في ناس بتبقى نفسها عزيزه وفي ناس زي ملافظ دي ولا بتاع حاجه دناوت نفس بعيد عنك. مش فاهم حاجه، بس مهروس انت ليه مش اسال على ملاحظ؟ انت مش كنت احبه برضو؟ حضرتك انا بحب كل مخاليق ربنا، من النمل للنحل للدبور للفروخ كله والله، انما ملاحظ يعني زيها زي يحبها زي اختي يعني، يحبها زي بنت اختي. نو مهروس هوب يعني هوب راجل ست ولد بنت؟ لا حضرتك ولا ولد ولا بنت ولا شايب حتى، انا الحمد لله كده ومستكفي وقدر الله ما شاء فعل، وهي هي مره يعني مره اللي اتصيت في دماغي كده وقلت اعمل زي الناس كلها واسمع بقى اسمع من عطه ام كلثوم يعني وكده، بس الحمد لله جت سليمه وربنا يعني زي ما تقولي كده ايه طصني كده وفوقني، يعني زي ما تقولي دوقني مرارها قبل ما ادوق الشاهد بتاعها يعني انكشف وش قبل غش. ايه ده اللهم صل على النبي، ده احنا ايش بنقول امثال كمان. ايه مهروس انا اعرف امثال مصري كتير. والله انت ست الكل والله. لا ودلوقتي يقول لك ايه كمان، يقول لك انت جامد عشان جامد ما خدش. بص تعال ازيك يا فريد؟ مرجيت بعد اذنك عايزه محروس شويه. داكوغ محروس، ممكن بكره فسح توتا كمان مره؟ عينيا ليك يا ستان. يا سلام ميرسي بوكو. اميره طيبه حلوه من جوه ومن بره. هي مارجريت بقت ست هانم، وانا بقى فريده من غير القاب. الله، هو في برضه تكليف بين الراجل وطليقته؟ طليقته. مش هي دي الحقيقة؟ هي دي الحقيقة ولا مش دي الحقيقة؟ ولا هي يعني كلمة الحق لما تطلع من محروس تقف في الزور؟ احنا لسه حتى ما خلصناش العد،
وانا اذا كان على النضاره بس الكل انت اللي مسحتيها مش انا. صح عندك حق، انا اللي مسحت الالقاب وانا اللي قصرت المسافه اللي بيني وبينك عشان كنت فاكراك راجل تقدر تحميني. اديتك فرصه ان انت تتخلص من العبوديه اللي انت فيها، بس للاسف طول عمرك عايز تعيش دلدل اسيادك. يا انت لسه على الاسطوانه دي؟ والله هقوم ياخدوها منك كده طالما هي شغاله جامد كده، واعملوها مهرجان. اما سيدنا العبد يعدي يبقى كله لازم يهدي. خلصت؟ لا لسه استنى. الدلدول عندنا في عرض العبيد يا استاذ بيتقال على الراجل لمؤاخذه اللي هو بيبقى ايه شرابه خرج للمرأة لمؤاخذه يعني. فايه تقول له روح روح تعالى تعالى ها تدلد عليه بقى شويه حنيه يقوم ايه يبقى كده مهيض ويدلدل ودانه ويدلدل لقيته لمؤاخذه يعني ها ويصدق ان هو عبد الحليم حافظ لحد ما تاخد غرضها منه وترمي زي البغل. ده الدلدول. هتندم يا محروس، هتندم وهتبكي بدل الدموع دم على فرصه ضيعتها في حياتك، لكن للاسف عايز تفضل رخيص طول عمرك. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله.